قال رحمه الله: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. هذا أيضا أثر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة، أن الذنب يعود شؤمه على المذنب وعلى غيره، حتى إن شؤم ذنبه ليطال الدواب والبهائم والطيور. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا يروى في الآثار، منها هذه الآثار التي نقل الإمام القيم رحمه الله تعالى، أن الدواب والطيور والبهائم وغيرها تتأذى من معاصي ابن آدم، وتقول منعنا القطر منعنا المطر بسبب معاصي بني آدم، بسبب معاصي بني آدم. فالمعاصي لها شؤم، وشؤمها قد يطال وينال الحشرات والدواب والبهائم. ولهذا بعض أهل العلم قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، لأن نفع العالم يصل إليها بكفه الناس وردعهم عن الذنوب ونهيهم عن المعاصي، فيصلح الناس، وصلاح الناس سبب للخيرات، سبب للخيرات، فيستغفر له كل شيء، كل شيء يستغفر له، لأنه الصلاح الذي يترتب عليه يصل إلى هذه، يصل إليه. فهذا المعنى ذكره بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث. فإذا كان العاصي يترتب على عصيانه هذا الأذى الذي ينال هذه البهائم والطيور وغيرها، فإن المصلحين في الناس يترتب على أيديهم من الخير ما يصل إلى هذه الدواب والبهائم والطيور. نعم.